بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الأستاذ علي خالد محمد علي، معلم أول علوم إدارة سوهاج التعليمية، مدرسة عرابة أبو دهب الإعدادية المشتركة. النهاردة هشرح لحضراتكم تطبيق وان تطبيق فورمز. تطبيق فورمز أنا بوصل له بعد ما بدخل على الإيميل بتاعي الأوفيس 365، ممكن ادخل عليه من هنا اب لانشر، تمام، هلاقي تطبيق الفورمز، تمام، او ممكن لو انا ضغطت تحت هنا على الاربع مربعات دول اول ابس، تمام، بالشكل ده برضو هلاقي كل التطبيقات بتاعت الموجودة على الاوفيس 365. هختار منهم فورمز، تمام. تفتح لي صفحة الفورمز، عندي في خيارين عشان اقدر اشتغل عليهم فورمز، ان انا اعمل امتحان للطلبة بختار نيو كويز، او لو انا عاوز اعمل استبيان معين اجمع بيه بيانات او حاجات زي كده، تمام، هضغط على نيو فورمز. في الاول هضغط مثلا هنعمل امتحان للطلاب بتاعتي، هضغط على نيو كويز، هيبدأ يفتح معايا الفورمز. في الاول هنا هدخل عنوان للكويز بتاعي، تمام، وليكن امتحان الفصل الدراسي الاول. لو انا عاوز اعمل وصف للامتحان او اكتب اي بيانات معينة فهحط هنا في الخانة اللي هو انتر ديسكريبشن، تمام. ممكن ارفق صورة للامتحان بتاعي لو انا عاوز احط صورة مع العنوان بالشكل ده، مثلا لو امتحان جغرافيا مثلا ممكن اضغط كده ابحث مثلا على خرائط او حاجة زي كده، او لو في الصور بتاعتي موجودة على الوان درايف ممكن اعمل لها تحميل من الوان درايف خاص بي، او ممكن اضغط ابلود كده واحملها من على الجهاز بتاعي. مثلا انا هختار صورة لخريطة الوطن العربي بالشكل ده اوبن، هيبدأ يحمل الصورة بتاعتي بجوار العنوان، تمام، زي ما انتم حضراتكم شايفين. لو عاوزين نحذفها هنضغط على ديليت، هتتشال الصورة ويفضل معانا العنوان. هنبدأ بعد كده نبدأ بوضع الأسئلة، هنضغط على اد نيو، تمام. عندي أكتر من نوع من الأسئلة. السؤال الأول هنا تشويس، تمام. لو أنا ضغطت على تشويس هيديني هنا مكان للسؤال بتاعي، هبدأ أكتب السؤال. مثلا كم تبلغ مساحة الوطن العربي؟ هحط الخيار الاول بتاعي، مثلا وليكن اي رقم، مثلا وليكن 10 مليون كيلومتر مربع. الاوبشن التاني بتاعي مثلا 20 مليون كيلومتر مربع، تمام حضراتكم. اقدر اضيف اختيار ثالث، لو ضغطت على اد اوبشن يطلع لي اوبشن 3 اوبشن 4 وهكذا زي ما انا عاوز. لو في خيار من الخيارات انا مش عاوزه بقدر بسهوله ان انا اروح قصاد الخيار الناحيه الثانيه واضغط على علامه الديليت، تمام. هنا الخيار الصحيح مثلا هختاره ان انا هعمل قدامه علامة الصح. ده لو الطالب اختار الخيار ده هيحسب له ان السؤال ده طبعا هو الصحيح، تمام. هنا بقى هختار البوينت، الدرجات اللي هياخدها الطالب على الاجابة على السؤال ده، ولتكن مثلا درجتين، تمام. في اسئلة ممكن يبقى فيها اكتر من اجابة فانا هنشط اختيار مالتيبل انسر، لا الاختيار بتاعي هو اختيار واحد فقط لا غير، هشيل الخيار مالتيبل انسر. طبعا انا لو علمت ريكوايرد
بالشكل ده الطالب مش هيقدر يسلم الامتحان الا اذا جاوب على السؤال الموجود قدامه. طب في ناس بتسالني تقول لي طب انا في بعض المواد احنا مش بنقدر نكتب سؤال خاصه في الفورمز لان هو ما بيمتلكش كل الامكانيات بتاعه الوورد. تمام، يعني مثلا في بعض المواد زي الكيمياء صعب ان انا اكتب معادله كيميائيه في السؤال بتاعي. تمام، فانا ممكن اتغلب على الموضوع ده ازاي؟ ان انا ممكن اضغط على insert media. تمام، في الميديا دي هختار image، برضو نفس الفكرة ان انا هعمل سيرش على الايمج بتاعتي او على الوان درايف او هعمل لها ابلود من على الجهاز. تمام، هختار المعادلة الكيميائية اللي انا عاوز اضعها للطالب. اوبن، تمام، ده كده انا حملت صورة معادلة كيميائية بالشكل الموجود قدامي. مثلا هكتب السؤال بتاعي للطالب، حدد نوع التفاعل التالي. وهحط بقى الخيارات بتاعتي هنا زي ما حطينا بدري، فلز مع حمض، الخيار الثاني لا فلز مع حمض. برضو نفس الكلام هعلم على الكوريكت انسر بالنسبة للسؤال بتاعي. هنا محطوط الكوريكت انسر قصاد الخيار الثاني، لا انا مش عاوز ده، هشيل العلامة من عليه بالشكل ده، هروح قدام الخيار الاول وهعلم عليه كوريكت انسر بالشكل ده، وهقدر اضيف برضو خيار تاني وخيار تالت وهكذا. تمام، نفس الفكرة لو انا عندي خريطة للوطن العربي اقدر احملها في السؤال واحدد عليها الاسئلة بتاعتي. تمام، يعني انا لو عملت اد نيو شويس مثلا، تمام، اختار الصورة ابلود، انا هختار الصورة دي لان انا عامل لها تعديل وكاتب عليها ارقام. بالشكل ده مثلا حملت الصورة بتاعتي. الكويشن اللي انا هسأله للطالب مثلا يمثل الرقم 1 البحر نقط. سلام، هحط له الاوبشن بتاعتي البحر الاحمر ولا البحر المتوسط. هعمل اد اوبشن مثلا البحر الميت. طبعا هعلم، هنساش ان انا اعلم على الكوريكت انسر بتاعتي. تمام، هلاحظ ان انا كل ما بتحرك جنب اي خيار من الخيارات بتاعتي في علامه هنا زي الرساله. الرساله دي انا لو ضغطت عليها هنا بقى هتطلع رساله للتفاعل بتاع الطالب مثلا مع الاجابه دي. يعني مثلا هو اختار البحر الاحمر ودي الاجابه الصحيحه، انا هكتب له هنا في الخيار بتاعي احسنت. لو انا عاوز رسالة تخرج بعد التفاعل الطالب على طول مع السؤال بتاعي. تمام، مثلا عندي البحر المتوسط هنا، هضغط رسالة، هضغط هقول له حاول مرة اخرى بحيث ان انا اساعده ان هو يختار الاجابة الصحيحة. ده بالنسبة للي هو النوع الاول من الاسئلة اللي بحطه اللي هو الاختياري. تمام، لو ضغطت اد نيو، تمام، هنشوف التكست. لو انا ضغطت على تكست هنا مثلا
هكتب للطالب وليكن مثلا سؤال عن كتابة برقية، اكتب برقية التهنئة لصديقك بمناسبة عيد الفطر. هنا الانتر انسر انا ما بكتبش فيها حاجة، ليه؟ لان هو الطالب هيبدأ يعبر عن البرقية بتاعته بالشكل اللي هو عاوزه. تمام، انا لو كتبت كلام معين مثلا اهنئك بعيد الفطر المبارك، لو اختلف الكتابة بتاعت الطالب في حرف في همزة هيعتبر الاجابة دي خاطئة، فانا بسيب السؤال ده من غير ما احط ليه انسر، وهو الطالب بيكتب الاجابة بتاعته وبرجع انا بعد كده براجع الاجابات بتاعته وبديله الدرجة عليه. هنا بقى برضو بحدد النقاط بتاعتي كانت درجتين او ثلاث درجات وهكذا. التفعيل الخيار ده لونج انسر عشان الطالب يكتب كلام كتير، تمام، ما بيبقاش مقتصر على كلمات معينة. تمام، نيجي بعد كده للخيار اللي بعده، اد نيو. الريتنج ده لو انا عاوز الشخص ده يقيم حاجة معينة بحط السؤال بتاعي، بعد كده السؤال بيبقى قدامه عملية تقييم مثلا للنقطة دي. ما هو مثلا هديله سؤال، ما هو مدى حبك للعبة كرة القدم؟ يبدأ هو يقيم نجمة او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة. اقدر اغير عدد النجوم دي من خلال هنا، النقطة دي لو انا ضغطت عليها بتظهر معايا عدد النجوم اتنين تلاتة اربعة لحد عشر نجوم. لو اخترت عشرة بيطلع معايا عشر نجوم. انا مش عاوز نجوم، بدل ستارز هخليها نمبر، ارقام بالشكل ده، حيث الطالب يختار واحد اتنين تلاتة اربعة لحد عشر. برضو الاجابة على السؤال ده ممكن اعملها على لدرجة واحدة مثلا. بعد كده هلو ضغطت اد نيو ديت، لو انا مثلا السؤال بتاعي بيتطلب ان انا ادخل تاريخ معين، تمام، فانا مثلا هسأل سؤال عن التاريخ وليكن مثلا متى تم تحرير مدينة طابة السؤال ده بيتطلب من الطالب ان هو مثلا يحط تاريخ معين، يوم معين، سنة معينة. فهنا هيقدر من خلال العلامة دي لما بيضغط عليها في الإجابة بتظهر معاه السنين والأيام والشهور، فبيبدأ يختار اليوم والسنة بالظبط. تمام، ده بالنسبة لو سؤال أنا محتاج فيه الإجابة بتاعته تكون بتاريخ معين. تمام، بعد كده أنا لو عاوز أعمل مثلا بريفيو للأسئلة بتاعتي اللي أنا بحددها للطلبة أو وضعتها للطلبة، أنا لو ضغطت بريفيو أهو بيظهر معايا العنوان بتاع الامتحان والصورة اللي أنا وضعتها. تمام، السؤال الأول ريكوايرد أهو زي ما احنا حددناه، حدد نوع التفاعل التالي. تمام، أهو بيبدأ يتفاعل الطالب عندي، مثلا ضغط في لز مع حمض، يجي السؤال اللي بعده مثلا أنا هختار مثلا البحر المتوسط. تمام، السؤال اللي بعده البرقية. هنا بقى زي ما احنا قلنا لحضراتكم هكتب اي حاجة تهنئة، اهنئكم بعيد الفطر. تمام، وهكذا بالشكل ده، شكل الامتحان بيظهر معايا للطالب. هنا الريتنج بقى التقييم
اللي هو يقدر يحطه لكرة القدم، ودي التاريخ اللي انا قلت عليه لحضراتكم. انا لو ضغطت هنا يبدأ يظهر معايا السنين، هرجع السنين لورا مثلا بالشكل ده، وبختار السنة اللي انا عاوزها. تمام، بختار بعد كده الشهر بتاعي. تمام، وبختار بعد كده اليوم وهكذا. بعد كده بضغط كروس، بعد كده هضغط، هيضغط الطالب طبعا ايه سبمت. ده شكل اللي هو هيعرض هيتعرض قدام الطالب لو كان على جهاز كمبيوتر. لو كان الطالب بيتفاعل مع الامتحان بتاعي من خلال موبايل، هنا شكل الامتحان اهو على الموبايل بيطلع معاه بالشكل ده. ده بالنسبة للبريفيو سيمز. هنا لو انا عاوز اغير شكل الامتحان بتاعي بدل ما هو باللون ده اغيره بلون تاني بنفسجي، اخليه ازرق، اخليه اخضر. تمام، فده عبارة عن سيم او تغيير السيم. نيجي بعد كده للحاجة المهمة جدا اللي هو عملية الشير. انا هوصل ازاي الامتحان ده للطلاب بتاعتي؟ من خلال الشير. هنا بقى عندي اكتر من طريقة اقدر اسلم بيها الامتحان ده للطلاب وابعته لهم. تمام، في الاول هنا الخيار الاولاني عشان انا اعرف ان انا مين اللي هيقدر يتفاعل مع الامتحان بتاعي. لو انا اخترت اني وان كان ريسبوند، يعني اي حد هيكون معاه رابط الامتحان ده هيدخل عليه وهيجاوب وهتسلم الاجابة بتاعته. only people in my organization، ده لو الناس اللي معاها نفس الايميل بتاعي مثلا T3 اللي انا مصمم عليه الجهاز، بس هم اللي يقدروا يتفاعلوا مع الامتحان ده. او specify people in my organization. تمام، انا هختار الخيار ده، بس هنا هكتب بقى الايميل بتاع الاشخاص اللي هيقدروا يتفاعلوا مع الامتحان ده فقط. بعد كده بختار، بعمل كوبي لللينك بتاعي ببعته لهم عن طريق مواقع التواصل او عن طريق تطبيق التيمز او واتساب زي ما يكون. لو انا اخترت شورتن يو ار ال بدل ما بيديني اختيار طويل كده لللينك بتاعي، لا شورتن هيبقى اقصر شويه. تمام، مش هيبقى كبير اهو بالشكل ده. فانا بعمل ليه كوبي كده، انا اخدت كوبي من اللي هو اللينك بتاعي واقدر ابعته للطلاب. طب انا مش عاوز اعمل لينك، انا ممكن اعمل كيو ار كود بالنسبة للامتحان بتاعي. تمام، الكيو ار كود ده بعمله داونلود، بتنزل على هيئة صورة شكل كيو ار بالشكل ده، كيو ار كود. تمام، والكيو ار كود ده ببعته للاشخاص اللي انا عاوزهم يتفاعلوا مع الامتحان بتاعي. تمام، برضو بالشكل اللي انا عاوزه. ده الكيو ار كود اهو، كيو ار كود اللي ظهر عندي اللي انا عملت له داونلود. تمام، بعد كده لو انا عاوز اعمل تضمين للامتحان ده في اسوي مثلا او اي حاجة تانية، انا بضغط على امبيد بالشكل ده، هيبدأ طبعا بالاي فريم وينتهي عندي باللينك بتاعه بالاي فريم. تمام، عشان اقدر اعمله تضمين، فهاخد كوبي برضو من اللينك بتاعي فاقدر ابعته. او لو انا عاوز ابعته على الايميل ادريس بالنسبة للطالب او للشخص اللي هيبدأ يتفاعل مع الامتحان بتاعي. تمام، ده بالنسبة لعملية المشاركة بالنسبة للامتحان اللي انا جهزته. هنا سيتنج بالنسبة للفورم بتاعي الموجود عندي. شو ريزلت اوتوماتيكلي، يعني لو انا عاوز النتائج تظهر مباشرة للطلاب بعد ما بيعمل سبميت بتظهر له الدرجة على طول. تمام، لا مش عاوز الكلام ده، بشيل الخيار ده. تمام، هنا الخيارات نفس الخيارات بتاعت الشير، احنا غيرناها anyone او only people in my organization او specific people in my organization، وببدأ احددهم عندي. تمام، اقدر احدد كمان
تاريخ بداية الامتحان وتاريخ النهاية بتاعته، يعني أنا مش عاوز أسيبه مفتوح طول الوقت أي حد يقدر يدخل ويجاوب عليه في أي وقت، لا أنا هعمله ستارت ديت كده بالشكل ده. تمام، أنا عاوز الامتحان يبدأ يوم مثلا 12/5/2021، هيبدأ مثلا الساعة 3 عصرا. تمام، اند ديت مثلا هينتهي في نفس اليوم 12/5/2021، بس الوقت هنخليه مثلا حد الساعة 4 عصرا، يعني ده مدته ساعة واحدة. لو اخترت الخيار شافل كويشن ده هيبدأ يغير ترتيب الأسئلة مش أكتر من كده. بعد كده هنا خيار كاستمايز ثانك يو ميسج، ان انا بكتب رسالة شكر للشخص بعد ما خلص الاجابة بتاعته. تمام، وليكن مثلا ايه احنا هنكتب لهم مع دوام التفوق والنجاح. بعد كده الريسبونس بتاعتي الريسيبت بتاعتها، لو انا عاوز اخلي مثلا تجيني رسالة على الايميل بتاعي بالريسبونس بضغط هنا بعلم جيت ايميل نوتيفيكيشن فور ايتش ريسبونس وهكذا. ده بالنسبة للاوبشن بتاعتي الموجودة في برنامج الفورمز. تمام، احنا كده اطلعنا على ان انا ازاي اعمل امتحان للطلاب. طب الحاجة التانية اللي انا عاوز اوضحها ان الفورم اللي انا بعمله بيتم الحفظ اوتوماتيك لي على الوان درايف بتاعي، فانا لو خرجت او النور قطع او اي حاجة زي كده فورمز ببص كده بلاقي الامتحان بتاعي بالفعل اهو موجود بكل التعديلات باخر تعديلات انا عملتها. تمام، بعد كده انا لو عاوز اعمل استبيان معين مش هختار نيو كويز، هختار الخيار التاني نيو فورم بالشكل ده نيو فورم. هضغط برضو العنوان بتاع الاستبيان، هنا مثلا هنضغط نقول استبيان يعني عن المتقدمين. لوظيفة مثلا محاسب. تمام، نفس الفكرة ونفس الكلام اللي قلناه بدري، لو انا عاوز اضيف صورة او احمل صورة مع العنوان بتاعي هضغط اد نيو. تمام، هنا لو انا اخترت تشويس. تمام، هنا الفرق ما بين الاستبيان والامتحان ان السؤال اللي انا بحطه هنا في التشويس او اللي بسأل بالشخص ده في الاستبيان الاجابة ما فيش هنا correct answer. تمام، بتبقى مفتوحة. تمام، فمثلا انا لو عاوز اعرف مثلا ايه النوع مثلا ذكر مثلا انثى بالشكل ده مفيش هنا، اللي هيختاره بقى هو اللي هيظهر عندي الخيار بتاعه، ما مفيش اجابة صحيحة زي ايه الامتحانات التانية وهكذا. بعد كده هضيف لو عاوز اضيف اوبشن تاني في السؤال، لو سؤال بيحتاج اكتر من اجابتين مثلا اد نيو هعمل اجابة سؤال تاني كويشن تاني مثلا تكست، هختار بكتب مثلا الاسم. تمام، انصر هسيبه فاضي. تمام، هنا برضو السؤال بتاعي
انا طبعا لازم اعلم على required. لو انا عاوزه يجاوب على السؤال ده، لا مش عاوزه يجاوب على السؤال ده، فانا بسيبها فاضل. تمام، الاسم. تمام، السؤال التاني required برضو بالشكل ده. add answer مثلا، انا عاوزه اعمل rating. ما مدى حبك لوظيفة المحاسب؟ هيبدأ الريتنج مثلا من 5 نجوم وهكذا، برضو required. add new مثلا، انا عاوز اسأله عن تاريخ الميلاد، ديت تاريخ الميلاد، هيبدأ نفس الفكرة، يضغط هنا ويحدد تاريخ الميلاد بتاعه والسنة واليوم. السؤال اللي بعده مثلا، انا عاوز الشخص ده يحمل لي السيرة الذاتية، فانا مثلا هعمل فايل ابلود. فايل ابلود هنا هيضطر يضيف لي السيرة الذاتية الخاصة بي. انا لو ضغطت على اوكي، تمام، هكتب له هنا يرجى تحميل السيرة الذاتية. عدد الملفات اللي انا عاوز الشخص ده يحملها، انا بتحكم فيه 1 2 3 4 5 لحد 10. تمام، حجم الملف كمان بقدر اتحكم فيه، اذا كان 10 ميجا بايت، 100 ميجا بايت، 1 جيجا بايت. تمام، السيرة الذاتية طبعا هتبقى مكتوبة على ملف وورد او ملف بي دي اف، فما اعتقدش انها تعدي 10 ميجا بايت، فانا اختار 10 ميجا بايت بالشكل ده. تمام، في عندي هنا لو ضغطت على ال3 نقاط دول اقدر احدد نوع الملف اللي هو هيحمله، فايل تايب. اذا كان ملف وورد فانا هعلم وورد مثلا، دي عبارة عن سيرة ذاتية، ممكن تكون ملف وورد او ممكن تكون ملف بي دي اف، ممكن تكون ايمج. تمام، ما اعتقدش انها هتكون ملف اوديو او فيديو، فعشان كده ايه، هو مسموح لي بس نحمل ملف وورد او ملف بي دي اف او ايمج. تمام، ده بالنسبة للنقطة لو انا عاوز الشخص ده يعمل لي ابلود لملف معين في الفورم بتاعي اللي انا بعته ليه. هعمل اد نيو مثلا، اد نيو سيكشن. هنا عندي سيكشن 2، الجزء الاول ده كله كان عبارة عن سيكشن 1. تمام، هنا سيكشن 2، هنا متعلق بقى بالراغبين في العمل الفني مثلا والصيام. هنا بقى هضغط له add new وهبدأ أضيف الأسئلة بتاعتي بالشكل اللي أنا عاوزه. يعني مثلا أنا لو رجعت للجزء اللي حضرتكم أنا عاوز يحصل منه البرانش، لا، الجزء اللي فيه الخيارات ده مثلا، هنا مثلا وظيفة الصيانة ممكن تمشي مع الذكور، فأنا البرانش بتاعي هنا بدل go next، لا أنا هخليها مثلا ايه، go لسكشن 2. فهو الشخص ده لو اختار في الاستبيان بتاعي انثى، هيكمل في الاستبيان بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه لحد ايه، النهاية. تمام، لا اختار ذكر، هيروح ينقله من السكشن 1 ويبدأ معايا على طول في السكشن 2 اللي احنا شايفينه قدامنا، وابدأ احط انا بقى ايه الاسئلة بتاعتي اللي موجودة في السكشن 2. مثلا ما نوع الصيانة الذي تفضل؟ مثلا هنا كهرباء، مثلا ميكانيكا وهكذا. يبقى الشخص اللي عندي لو في الاستبيان بتاعي اختار مذكر او ذكر،
تمام، مش هيكمل عندي في الأسئلة الموجودة عندي اللي هي الباقية دي، الاسم والوظيفة وتاريخ الميلاد، لا هيتنقل لمكان تاني خالص، هيروح على طول على ايه، على سيكشن 2. تمام، واحط الأسئلة اللي انا عاوز احطها هنا، الاسم، تاريخ الميلاد، السن، وهكذا، اللي انا محتاجه احطه بالشكل ده. تمام، بريفيو شكل الاستبيان بتاعي. تمام، انا مثلا هنا هختار اهو الشخص، هختار ذكر، لمجرد ان هو يعمل نيكست على طول راح ايه اللي هو سيكشن 2 بالشكل ده. لا انا مثلا هختار انثى، لو انا اخترت انثى اهو بدأ على طول في السؤال الثاني والثالث بتاعي والرابع وهكذا. تمام، ده بالشكل ده اللي هو ايه هيظهر عندي للشخص اللي بيعمل استبيان. وبرضه نفس الفكرة إذا كان شكل الكمبيوتر أو شكل الموبايل اللي بيبدأ يتفاعل مع الاستبيان بتاعي. تمام، باقي الخيارات زي ما هي، زي ما احنا شرحناها في الكويز السيمز أو عملية الشير، برضه نفس الفكرة، كل الخيارات واحدة. وبكده نبقى شرحنا واتكلمنا عن إزاي إن أنا أعمل كويز أو أعمل استبيان فورم معين بالنسبة لتطبيق فورم. شكرا لحضرتك.